اليوم تعيش واحد التحديات صعبة في الحياة، أنه الحياة ولات صعبة بزاف، الأمر ولا معقد، نمط الحياة الاقتصادي، نمط الحياة الاجتماعي، نمط الحياة السيكولوجي، إضافة إلى السرعة اللي تتمشي بها الحياة ما بقاتش كما كان. هذا الأمر هذا يفرض علينا أنه نطرحوا سؤال، أن كثير من الناس يعانيوا من مشاكل نفسية ومشاكل ديال الضغوطات ومشاكل ديال الحياة الأسرية. السؤال اللي طرح نفسه هنايا، فوقاش نمشي نستشر واحد الطبيب نفسي، ولا فوقاش نمشي عند واحد خبير في مجال العلاقات او خبير في مجال السيكولوجي بشكل عام؟ طبعا ما كاينش اجابه محدده، وانما بالنسبه لي تنقول بانه الانسان الا شاف راسو ما بقاش قادر يتعايش مع الذات ديالو، يتعايش مع الصعوبات ديالو، يتعايش مع المشاكل ديالو، فبالضروره خصو يستشر واحد الطبيب نفسي، خصوصا الا تجي واحد الافكار وسواسيه بحال الانتحار، بحال انه يؤذي نفسه، بحال انه يؤذي الناس اللي قرابين منه، اضافه الى ان الانسان شاف راسو ما بقاش عنده الطاقه على الحياه، انه تجي دائما حاله ديال الخمول، حاله ديال الانتكاسه، ما قادر يدير حتى شي حاجه، يعني بدايه ديال ديبرسيون. خصو ضروري يستشر واحد الطبيب نفسي، او على الاقل انه يتقاسم داك الشيء تيحس به مع الناس اللي قرابين منه، ماشي اي واحد، ان ماشي واحد اللي كيحس بانه قريب منه يقدر يعاونو حتى نفسيا، لان بعض الاحيان غير الفضفاضه اننا نحكيو شي واحد، نعاودو له المشاكل ديالنا، نعاودو له الظروف ديالنا الصعيبه، هذا في حد ذاته كيساعدنا اننا نغيروا الوضع اللي كنعيشوه. وفقط الاشاره، راه ماشي عيب ان الانسان يدير واحد المتابعه طبيه نفسيه للحاله ديالو، لانه كما الجسد ديالنا تيمرض بامراض عضويه مختلفه، كذلك الصحه النفسيه قد تتعرض للاعتلال وقد تتعرض للمرض لاسباب مختلفه. وحنا حكينا عليها انه حتى اليوم النظام الغذائي والنظام الاجتماعي والنظام ديال التوتر اللي كنعيشوا فيه ولا القلق ستريس اللي خلقته لنا الحضاره اللي كنعيشوا فيها بهذه الوتيره ديال السرعه وهاد المقارنات وهاد وسائل السوشيال ميديا، خلقت كثير من الازمات وكثير من الهشاشه النفسيه، خصوصا عند الجيل ديال الشباب، لان الهشاشه النفسيه ولا الانسان بسرعه كيطيح وتيوقعوا له مجموعه ديال الانتكاسات اللي هادي شحال كان الانسان يتجاوزها بسهوله بحكم النمط الاجتماعي اللي كان بسيط، وبحكم حتى القوه ديال العائله والقوه ديال التضامن اللي كانت في المجتمع القديم مقارنه مع المجتمع ديال اليوم اللي هو اصبح اكثر انانيه بحكم الفردانيه وبحكم الاستقلال. اذا ما نتهونوش الصحه النفسيه ديالنا، لانها هي اساس الصحه ديالنا كامله، لان الانسان اذا كان مريض نفسيا، اذا كان ما عندوش قدره على مواجهه المشاكل ديالو النفسيه، راه ما غينتش كعامل، ما غينتش كمربي، ما غينتش كاب، كام، كمسؤول. يعني هذه مساله خصنا نتفاهموا عليها، بان الصحه النفسيه هي اساس الانجاز واساس العطاء في الحياه بشكل عام. راه ممكن الانسان يكون صحيح عضويا، ولكن اذا كان مريض نفسيا راه ما يمكن له يدير حتى شي حاجه في الحياه، لان الاختلال في الحياه النفسيه هو اختلال في رغبتنا في الحياه وفي رغبتنا في الاستمرار في هذه الحياه بشكل سوي. دمتم متالقين، وكل عام وانتم في صحه نفسيه جيده، ونتمنوا الصحه النفسيه للجميع، ونتمنوا ان كل شيء يكون مرتاح. ولكن هذا ما تعنيش ان زياره الطبيب ولا زياره مستشار نفسي مهمه في بعض اللحظات اللي ما تنبقاوش قادرين نحلوا المشاكل ديالنا بوحدينا، وتنحسوا باننا نقدروا نولوا مصدر خطر على ذواتنا وعلى الاخرين. تبارك الله عليكم.